قرارات يعني منطقية واعتيادية سبق شاهدناها أن حدثت كثير من اللاعبين، يعني أقربها أعتقد من اللاعبين اللي أوقف في الموسم الماضي مثلا أنه سالم الدوسري اعتداء مماثل أو ديقاو في بداية الموسم اعتداء على لاعب الرائد وإيقاف مبارتين. يعني مثل هذه الأمور يجب أن لا تضخم ولا تعطى أكبر من حجمها، معروف. نعم، لكن بصراحة اللي أستغرب أنا الآن اللي أقول لك أنه ليش الواحد مثل ما تفضل كابتن صالح ماسك نفسه في مسألة الظهور مع كثير من البرامج، أنه لا تلاحظ عقلاء، أنا أتكلم عن عمر السومة من الناس اللي كنت وما زلت احترمه، يعني من اول هفوة ما راح يسقط الاحترام عنه، لا زال محترم في نظري من اللاعبين السوريين العرب الجيدين اللي يمثلون بلادهم والمجتمع اللي ينتمي له خير تمثيل. لذلك استغرب كيف لاعب مثل بهالعقلانية ينفلت منه مهما كان، مهما حدث استفزاز يحدث استفزاز، واللاعب الكيس الفطن هو من يعمل كنترول. يعني صالح المطلق سبق استفز سواء على مستوى مباريات نوع منتخب البحرين وانا حاضرها في كاس اسيا في دورات الخليج، وعلى مباريات اخرى محليه، ولكن ما هو مثلا بسهوله انه الرجال يطيش ويرتكب حماقه. ايضا على